صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام على النازحين عن الأوطان، السلام على صاحب التربة الزاكية، السلام على صاحب القبة السامية، السلام على ساكني كربلاء. ذكر الطفوف ويوم عاشوراء منع جفوني لذة الإغفاء، وتذكري رزء الحسين بكربلاء أغرى دموع العين بالإجراء. لم أنسه لما سرى من يثرب بعصابة من أهله النجبايا حتى أتى البيت الحرام ملبيا والقلب منه في هم وفرط عناء، حتى قضى مناسك حجه يعني قضى عمرته سلام الله عليه، فإنه لم يحج في ذلك العام وإنما غير إحرام حجه إلى عمره. حتى قضى مناسك حجه ثم انثنى يبغي العراق بصحبه الخلصاء، حتى أتوا أرض الطفوف فدتهم، حتى أتوا أرض الطفوف فدتهم أرض الطفوف وأرض كل بلاء. ويلاه إذ وقف الجواد ولم يسر،
وإله إذ وقف الجواد ولم يسير فدعا في صحب النجبا قال افصحوا عنا بغير خفايا قالوا تسمى كربلاء فتنفس صعدا وقال هنا حلول فنايا حط الرحايا فذا مناخرك بنا وبهذه والله سبي نسايا حط الرحايا فذا مناخرك بنا وبهذه والله سبي نسايا وبهذه الأطفال تذبح والنساء تعلو على قتب بغير وطايا إلا حطوا على هالوادي حطوا على هلوى يا عزوتي ورجالي حطوا على هلوى يا قومنا بسألكم وانا الخبير بسمه هذه الأراضي جدي كرب البلا سما يشرب ثراها دمي وتبخل علينا بما وحطوا على هالوادي حطوا على هذه الأرض من دوني أحد فلا يملكها رب العلا طهرها رب العلا بارك مبخوت من يسكنها مبخوت من يملكها ويا عزوتي ورجالي حطوا على هلوى ولكن الأمر لله عليه توكلت وإليه أنيب ولا عدوان إلا على الظالمين. قال الجليل في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد:
بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هذه الآية وآيات كثيرة تتحدث عن مسألة قيادة الأئمة سلام الله عليهم، وبالتالي مبدأ الإمامة هو مبدأ القيادة في الإسلام. فنظرية الإسلام حول القيادة تكمل لحديث أمس، تبين أن هناك فوارق جوهرية بين نظرة الإسلام ونظرة غيره من المدارس المادية التي تحدثت عن حكم الإنسان على الأرض. هذا الفارق الجوهري يتمثل في أن الحاكم الإسلامي أو القائد الرباني بصورة عامة له حالات تختلف عن حالات أي قائد آخر. زين، لماذا نتحدث عن القيادة؟ يعني ما دام إحنا لسنا قادة، قادة معروفين، إحنا ما إحنا قادة، ليش نتحدث عن القيادة؟ خاصة وإحنا ما نؤمن بنظرية الانتخاب، نحن نقول أنه تعيين من الله، فالقائد على أساس إحنا لا نشارك لا في تنصيبه، لا نشارك في تقعيده، لا نشارك في انتخابه، لا ينتخب، عدنا الله ينصب القائد وانتهت المسألة. نعم، نتحدث عن القائد والقيادة ومواصفاتها في الإسلام، هذا جواب على سؤال، وهو لأنه كثير الآن من الانحرافات تحصل في الساحة، لا أقول فقط الإسلامية بل الشيعية الخاصة أيضا، تحصل بسبب انحرافات قادة معينين. مثلا من الواضحات الآن عندنا حرمة الموسيقى، ومنها موسيقى الراب، هاي موسيقى أمريكية، حتى الطفل الرضيع يعرف أنها حرام في الإسلام وحرام في مذهبنا، فكيف إذا أدخلت في الشعائر الحسينية؟ يعني أدخلت في شيء نظيف طاهر، يجي واحد يدخل هذه الأشياء المعروف أنها انحراف وتدخل في العزاء، كما تلاحظون من سنتين تقريبا وأكثر دخلت في بعض المواكب هذه الموسيقى، وفي أناس يعني يؤمنون بالحسين سلام الله عليه ويؤمنون بطريق الحسين وهم من شيعة الحسين حسب الظاهر، وهذا من القاعدة الشعبية التي تتبع مذهب أهل البيت، ويعبرون عن أيضا حبهم للحسين لكن بهذا الأمر إدخال الموسيقى. خب أنت لو تسألهم هم ما يدرون بالدنيا، دولة لو تسألهم يقول لك شنو؟ لأن القائد مالنا، والقائد مالنا صار بمثابة المرجع عندهم، مع أنه هذا القائد بعض الأحيان ما يصلح حتى لإمامة صف في جماعة، مو صفين ثلاثة، صف من نفر ما يصلح هو لأن شنو؟ لأن يقيم الجماعة فيه. فكيف إذا ادعى هذا المقام مقام الاجتهاد، ثم من الاجتهاد، لا مو الاجتهاد، المرجعية، مو المرجعية، لا هذا هو الإمام، وهكذا. ليش هذا؟ والله كان يقعد ويا الناس ببجامة الرياضة ويلعب إياهم كرة في الساحة، ليش جعلت قائد؟ هذا اجتماعي، يلعب ويانا في الساحة، يلعب ويانا رياضة. هذا الآن الانحراف من وين جاء؟
جاء إما من القائد مباشرة وإما من نظرة الناس للقيادة. العناصر المفروض توافرها في القيادة، المفروض أن تتوافر في القيادة بحسب المقاسات الإسلامية، ما مأخوذة من طريق صحيح. الانحراف يصير هكذا. الإخفاقات أيضا الآن، الإخفاقات قد نتجاوز عنها، إخفاقات سياسية، إخفاقات اجتماعية، إخفاقات اقتصادية، قد نتجاوز عنها، بس الأمور من ترتبط بالعقيدة وترتبط بالتفكير تصبح سنة وتعتبر جزء من كيان الناس الذي يمثل التزامها، كما ذكرت لكم في هذا الأمر وقس عليه. فمن هنا لابد من التوجه إلى هذه المسألة الخطيرة المهمة في مسألة شنو؟ قيادة الأمة. ومن هنا أمس ذكرت، لعلي أنا نسيت أمس ذكرت أو لا، ذكروني إذا ما نسيت ذكروني، وهو أن الإمام يمثل زر الأرض. فالرواية عن الإمام عن رسول الله محمد، اللهم صل على محمد، انه قال لعلي بن ابي طالب: انا واثنا عشر من ولدي وانت، يعني علي بن ابي طالب. تعال ندقق في الروايه 12 حتى نفسرها. انا واثنا عشر من ولدي وانت، أمير المؤمنين 12 وأنت يصيرون كم؟ زين، الرواية صحيحة وتفسيرها بيصير واضح بعد قليل. أنا وإثنا عشر من ولدي وأنت زر الأرض. شلون زر الأرض؟ قال: أوتاد وتد الله بها السماوات والأرض، ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها. احنا امس قلنا في دعاء الندبة شنو يقول عنه؟ يقول: السبب المتصل بين شنو؟ بين الأرض والسماء. الإمام هكذا. اليوم نضيف يقول بأنه وتد، ويقول بأن الأرض تسيخ بدون شنو؟ بدون الإمام. زر الأرض شنو يعني؟ زر الأرض يقولون هناك، يعني في اللغة يقولون هناك عظمة في القلب لولاها صغيرة جدا، مثل الزر هذا الآن الموجود في وين؟ في الثوب. هذه العظمة الصغيرة لولاها القلب لا ينتفع به. الآن يصح كلام اللغويين بحسب معطيات الطب الحديث والفسلجة وعلم التشريح، أو لا يتم هذا الكلام، موجود صدق يعني عظمة في القلب هكذا دورها، بس هي في نظرهم أنها جدا مهمة. فلما يقول زر الأرض يريد يقول هذا مهم بحيث يتعطل الاجتماع الإسلامي مع عدم وجود هكذا قيادة، وتسيخ الأرض بإيش؟ بأهلها. إذا كان كذلك يقول، يعبر عن الإمام بأنه زر الأرض، هكذا القضية مهمة. يقول أنا وإثنا عشر. الآن ليش إحنا جبنا هالرواية بالذات؟ هي في روايات كثيرة تتحدث عن أن الأرض تسيخ بأهلها إذا ما موجود فيها شنو؟ الإمام. فإذا راحوا الإثنا عشر الأرض تسيخ بأهلها، هذا موجود روايات كثيرة. لكن هالرواية قالت أنا واثنا عشر وأنت. ناس أخذوا الرواية وصاروا يقولون هذه الدل على أن هناك شخص غير المهدي يكمل العدد، لأن أمير المؤمنين مو محسوب من العدد 12. قال 12 الأئمة معروفين 12، فإذا كان علي بن أبي طالب وياهم صاروا 13، أنه قال 12 من ولدي، أمير المؤمنين مو من أولاده، 12 من ولده بإضافة شنو؟ علي بن أبي طالب راح يصير 13. زين، فكيف؟
قال هذا أنا موجود الآن، 13 موجود، وهو أنني ابن الإمام المهدي وأنا آخذ البيعة للإمام المهدي، وما يجوز أحد يتبع الفقهاء والمراجع يكون يتبعني أنا، ما يجوز أحد يتبع المراجع يقول لابد أن يتبعه هو باعتبار ابن المهدي وياخذ شنو البيعة للإمام المهدي. هذه جعلت إحدى القرائن على هذه النظرية. فمهم واحد يوجد تفسير متماسك حتى مثل هذه الأمور ما تنطلي. طبعا لما قال النبي صلى الله عليه وآله أنا واثنا عشر من ولدي وأنت يا علي، المقصود بالاثنى عشر الاحدى عشر إمام من نسل علي ومعهم من فاطمة، ففاطمة من العدد أيضا، فاطمة الزهراء هي بمثابة أولادها، يعني تسيخ الأرض مع عدم وجودها وهي زر الأرض أيضا سلام الله عليها. فعندما نقول القيادة ينبغي أن تكون بالتنصيص ليس للناس مدخلية، لأن القيادة بمثابة زر الأرض وتسيخ الأرض بأهلها. ففي هذا المقام الخطير إحنا نتحدث عن إيش؟ عن القيادة. كيف يدير الإمام المعصوم وهو الحسين سلام الله عليه في محل حديثنا، كيف يدير قيادة الأمة، كيف كان يدير؟ قلنا عندنا عناصر جمالية، وعندما نتحدث عن العناصر الجمالية نتحدث عن المجمل، العناصر التي تجذب أفراد الأمة، التي يكون فيها جاذبية ومغناطيسية بحيث أي واحد يريد يفلت يشوف هذا الشعاع، يشوف هذا النور، يجي ركيض إلى شنو؟ إلى هذا النور إذا كان يطلب النور والضوء ويطلب الهدى. ومن هنا كان الإمام الحسين له فضائل كثيرة، كما في زيارة الناحية يقول وكنت كثير المناقب. احنا ذكرنا أمس شنو ظاهر الكرم، جواد وما أشبه ذلك، وأعطينا مثال. بعد الإمام الحسين سلام الله عليه يمتاز بعناصر كثيرة أيضا، هذه العناصر تمثل حالة شنو؟ حالة العناصر الجلالية. طبعا استعرنا هذا الاصطلاح والتعبير من علم الكلام عندما يقسمون صفات الله سبحانه وتعالى إلى صفات جمالية وإلى صفات شنو؟ جلالية. وعدهم قسم ثالث قد يسمونه الصفات الكمالية، بس احنا يهمنا مضمون الاصطلاح، ما يهمنا الآن شرح الاصطلاح. عندنا عناصر في القيادة تمثل عناصر القهر، مهم تواجدها في ايش في القيادة، مثل الهيبة. الهيبة هي من العناصر شنو؟ الجلالية. مثل الشدة، الشدة هي من العناصر شنو؟ الجلالية. الحزم والحسم هذا من العناصر شنو؟ الجلالية في القيادة. قيادة لا تمتلك هيبة، لا تمتلك بهاء، هذه القيادة معرضة لأن تساوم، هذه القيادة معرضة لأن تفاوض على المبدأ، فإذا فاوضها واستغل الخصم لينها أمكن أن يحصل عليها أو منها ما يريد. فمهم جدا كما يوجد عناصر مثل الرأفة، مثل الرحمة، مهم أيضا أن يوجد عناصر مثل الهيبة، مثل الشجاعة، مثل الخشونة في إيش؟ في مقارعة الباطل. هذه نسميها عناصر تشبه العناصر السلبية، عناصر جلالية فيها جلال الله سبحانه وتعالى.
ولذلك نقرأ في زيارة الناحية عن الإمام الحجة، نقرأ في ضمن عناصر القيادة الموجودة في الإمام الحسين أنه كان آمرا بالمعروف ناهيا شنو عن المنكر. بعد قال مهيبا يعني ذا هيبة، هذه الهيبة مو فقط الظاهر، مو فقط الأمر الظاهر، الهيبة أيضا هناك معنى ومحتوى نفسي، هذا الذي قلنا الإصرار على المبدأ. ولذلك شنو يقول الإمام الحجة عن جده الحسين؟ ناكبا عن طريق الفساق، ناكبا يعني مائلا حائدا، فهو لا يلتقي مع الفساق، ناكبا عن طريق الفساق. هذا اللي عبر عنه بأنه كان شديدا. قال كنت للرسول صلى الله عليه وآله ولدا، بعد وللقرآن سندا، وللأمة عضدا. يدخل في ضمن هذه العناصر الزهد في الدنيا. الزهد في الدنيا هذا مو عنصر إيجابي، هذا عنصر شنو؟ سلبي، هذا عنصر جلالي. وأيضا الإمام الحجة يتحدث هنا عن مولانا الحسين فيقول بعد ما يذكر عناصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقيادة لأفراد الأمة، كنت زاهدا في الدنيا زهد المنصرف عنها، آمالك فيها مصروفة أو مقروفة. وهكذا يتحدث عن نظرة الإمام الحسين سلام الله عليه إلى الدنيا، حتى أن العدو شهد للحسين. معاوية قال أنا أدفع أموال إلى شخصيات من قريش، فلان فلان فلان، ومنهم الحسين ابن علي. لكن الحسين ابن علي المال الذي سيصله فإنه سيفرقه في شيعة أبيه ومن قتل مع أبيه، عوائل الشهداء بتعبير اليوم، عوائل الشهداء الذين استشهدوا مع علي بن أبي طالب عوائلهم راح يكفلها، يفرق عليهم المال مولانا الحسين. يقولون معاوية رسل تلك النفقات، الإمام الحسين خب يستلمها ما عليه غضاضة، لأنه هو الولي الشرعي لهذا المال أساسا، يعني فلان إذا دفع مو من مال أبيه يدفع إلى من؟ إلى الحسين سلام الله عليه، هذا مال الدولة، وملكية الدولة هي ملكية الإمام سلام الله عليه في المذهب الاقتصادي والنظام الاقتصادي، فمن هنا استلمها الحسين. الإمام الحسين استلم المال، معاوية بعث ناس وعيون تشوف كل واحد أعطي المال ماذا يصنع في المال، فلما وصل المال إلى الإمام الحسين فرقه على الفقراء، أعطاه الأيتام، ما احتفظ لنفسه بشيء من ذلك المال. هذا الزهد اللي يتكلم عنه الإمام الحجة، زهد الإمام الحسين سلام الله عليه ونظرته إلى الدنيا. الإنسان خب يجوز له أن يتمتع بلذات الدنيا، الإنسان المؤمن يجوز له أن يستمتع بملذات الدنيا، لكن بالنسبة إلى القيادة هي تمثل أعلى درجات الاستقامة وما عبرنا عنه السمو المعنوي في يوم أمس، يتمثل في هذا الأمر، هذا السمو يتمثل في الزهد في الدنيا. فكان الإمام الحسين سلام الله عليه قد فرق هذا المال، هذا منو يشهد به؟ فقال أنا أعلم بقريش من قريش، معاوية يقول أنا أعرف الإمام الحسين، أنا أدري قريش ما تدري، نايمة ولا قاعدين في مجلسي، مجلس يعني في الشام، ما يدرون منه الإمام الحسين، بس أنا أعرف وأعلم بالإمام الحسين. يعني يقول للوياه مو مثلكم،
كل واحد يستلم أموال طائلة بس ما يصل إلى الفقراء والمحتاجين إلا موجودين في المملكة، ما حد يصل إليه شنو درهم منهم. شوفوا الحسين كيف يصنع، شوفوا الحسين كيف يعطي، فأنا أعلم بقريش من قريش. هذا في الواقع يدخل في هيبة الإمام الحسين، يدخل في زهد الإمام الحسين، هذه العناصر التي لا يمكن هني نضع كثير المناقب نضعه تحت المجهر. لما يقول الإمام الحجة كنت كثير المناقب، يعني شلون كثير المناقب؟ يريد يقول قد بعض الناس يحصل، يعني يصير عالم بس ما يصير شجاع، واحد يصير شجاع بس ما يصير شنو عالم، واحد يصير حليم بس ما يصير شنو عليم، واحد يصير عنده أخلاق ويا الناس كرم وجود لكن ما عنده شنو اطلاع، قد كرمه يدخله في شنو بعض الأحيان في الحرام، يعني يعطي اللي يستحق ولا ما يستحق، لأنه احنا عندنا الرواية تقول من لم يحسن أن يعطي لم يحسن أن يمنع، ومن لم يحسن أن يمنع لم يحسن أن يعطي. فقال كثير المناقب، يعني المناقب حتى بحسب الظاهر متضادة متعارضة يجمعها. هذا اللي صفي الدين لما يوصف أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول جمعت في صفاتك الأضداد. أنت في الوقت الذي تكون أشجع الشجعان في الميدان، أنت في محراب العبادة رقيق تبكي بكاء النساء الثكلى، وين الرقة وين الشدة؟ ولذلك يقول جمعت في صفاتك الأضداد فلذا عزت لك الأنداد، يعني ما في شيء مثلك. الإمام الحسين كثير المناقب، يجمع كل هالمناقب وما في تنافي بينها، وإن كان بحسب الظاهر هي شنو متضادة. هذا معنى أنه يجمع صفات الجمال عناصر الجمال في الوقت الذي يجمع عناصر الجلال في قيادته سلام الله عليه. ولذلك كان من شجاعته وهيبته لما نقرأ المصرع يوم العاشر يقولون كذا واحد رمق، رمق الحسين، جاء يريد يقطع رأس الحسين، الإمام الحسين ينظر إليه بعينيه، هذا يترك السيف ويولي هارب، يخاف، يقول نظر إلي بعيني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يعني نظراته مو نظرات عادية. طبعا هذا بهاء في عيني، هذا البهاء هو هيبة الحسين، هيبة أمير المؤمنين، هيبة جده شنو رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن في نفس الوقت هو الحسين تشع أنوار البهاء منه إلا هي نفسها الهيبة. ولذلك عبد الله بن يغوث شنو يقول؟ يقول ولقد منعني النظر إلى جمال وجهه عن التفكير في إيش؟ عن الفكرة في قتله. مع أن الحسين المفروض يكون شاحب اللون، المفروض يكون مخضب بالدماء القانية الحمراء، لكن يقول هذا الصريع على الأرض يختلف أمره. هذا شأن القائد، هذا شأن القيادة التي يتحدث عن مقاساتها بعناصر ما هي عناصر عادية، ليست هي عناصر كعناصر فلان وفلان من القادة العاديين الذين ينتخبهم الناس، لا، هذا أمره يختلف. فمن هنا ما يجي أي واحد في الساحة، يجي أي واحد في الساحة العملية في الساحة الفكرية في الساحة الأخلاقية يقول أنا قائد يا جماعة، أنا سويت كذا كذا، يلا وياي أنتم في المشاريع اللي نريد نقوم بها. لابد يكون القواعد الشعبية تتفهم مقاسات القيادة في الإسلام
حتى لا يلعب فلان وفلان بإيش؟ بأفكارها، لا يعبث فلان وفلان بأفكارها. هذا ما كان عليه مولانا أبو عبد الله عليه أفضل الصلوات والسلام، الذي تجلت فيه الرحمة وتجلت فيه في نفس الوقت شنو؟ الشدة على الخصم، الشجاعة المنقطعة النظير، بحيث أنه كان يوم الطف يقارع الألوف وعند مركز للاسترجاع يرجع ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الذي دعا الجيش أن يفترق على الحسين 4 فرق ويصنع ما يصنع ويأخذ شنو بغيته. هذا الذي دعا الجيش إلى أن يستخدم أساليب غير اعتيادية ولا أخلاقية، أساليب غير أخلاقية في قتال الحسين سلام الله عليه. زين، على هذا الأساس نجد مولانا الحسين كثير المناقب من مناقبه ما حصل في كربلاء. الآن يتوقف الناس كثيرا عند هذه المسألة، أن فرس الحسين سلام الله عليه وصل إلى إن؟ إلى كربلاء فوقف الفرس. هذه من يذكرها؟ مو يذكرها ترى بس الشيعة أساسا، لعله اللي يذكرها مصادر غير المصادر الشيعية، لكن ذكرها من علمائنا السيد محمد هادي الميلاني المرجع في كتابه قادتنا كيف نعرفهم، ذكرها أيضا العاملي الحر العاملي رحمة الله عليه، فذكرها بعض محدث الشيعة هذه الكرامة، أنه لما وصل يقول القندوز الحنفي صاحب كتاب مودة القربة 3 أجزاء في مجلد مطبوع وقد طبع طبعات كثيرة، إلى القندوزي الحنفي يعني من الأحناف ليس من الشيعة، عند هذا كتاب جدا، هذا الكتاب في الأئمة تقريبا كامل، لكن يجي إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، القندوزي الحنفي يقول فوصل جواد الحسين إلى كربلاء فوقف الجواد حتى أبدل الجواد إلى إيش؟ إلى 7 أفرس. طبعا هذا الجواد إحنا نعرف أن مو بس هذا الأمر حصل، هذا الجواد يوم الطف ذافع عن الحسين حتى قيل أنه قتل 40 منهم، عمر بن سعد أراد أن يستولي على الجواد، قال عليكم بجواد فهو من خير خيول رسول الله، أراد أن يستولي على الفرس كغنيمة، فهذا الفرس جعل يدافع وما قبل، فقال اتركوه خلنا نشوف شي يسوي. هذا الجواد من كرامة الحسين، من مناقب كثير المناقب، هذه كثرة المناقب تدخل في تأسيس هذه الفكرة، فكرة القيادة، جاء وجعل يصبغ عرفه بدم الحسين، ثم رجع إلى الخيام اللي يقول عنه مولانا الباقر كان يصهل، أتدرون ماذا كان يقول في صهيله؟ كان يقول الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. وهذا الفرس من كراماته، هو الذي هبط إلى الأرض لأن الحسين لا طاقة له على القتال، فجعل الحسين على الأرض بس بلطافة وظرافة. هذا وقف، وصل إلى كربلاء وقف. كرامات كثيرة من بداية الطريق إلى نهايتها، وهو يسير في الطريق وإذا به يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قال علي الأكبر أبا أراك تحوقل؟ قال بلى، سمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير خلفهم. وفي
نص آخر والمنايا تسير بينهم، يعني في وسط الركاب منايا كل شخص تحوم على الأفراد، هذا تمحيص. فقال أولسنا على الحق؟ قال بلى والذي إليه مرجع العباد. قال إذن لا نبالي، أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ إلى أن هذا متى قاله الحسين؟ لما كان الحر يساير الحسين، الحر كان يساير الحسين وقال له خذ لك طريقا لا يدخلك الكوفة ولا يردك المدينة. فلذلك في هالأثناء الحسين شاهد هذه الرؤيا، إلى أن وصل إلى كربلاء فوقف الجواد. عندئذ اجتمعت الجيوش، اجتمعت الألوف، فصاروا كالحلقة على الحسين. تصايحت النساء، قالت سيدتنا زينب وقد رأت كثرتهم كالجراد المنتشر، أخ يا أبا عبد الله ردنا إلى وطن جدنا. قال هيهات هيهات يا زينب، لو ترك القطاع لغفى ونام، بينما الصبط بأهليه مجدا في المسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير. ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسن، فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحلا، فدعا في قومه يا قوم ما هذه الفلا؟ قيل هذه كربلاء، قال كربون. قيل هذه كربلاء، قال كرب وبلاء. خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكر. فأطلتهم جنود كالجراد المنتشر، مع شمر وابن سعد كل كذاب أشير. شافت العسكر واصبحت زينب حزينة، نادت على العباس يا حامي الضعينة، شور على الوالي يرد ابن المدينة. وهذه المحامل خدروها وخلنا هنشي، هل كيف نتقدم لأخويا حسين بالشوق؟ والأرض هذه كربلاء، ونور على نور، هل كيف نتقدم لأخويا حسين بالشوق؟ والأرض هذه كربلاء، والشهر عاشوا فوز وسعادة ومرجلة، على نور هنا محل المرجل وعز الرجاج. هادي يا زينب كربلاء، عزنا وسعدنا، لو ننطرد بالسيف عنها ما انطردنا.
وانتي يا اختي يا زينب من بعدنا بشري بحز حبال وركوب المهازي. انا خايف يقول حسين ما شاروا عليا الا من الذلة ومن خوف المنية، وانا على اسمي خود جد ومن سرية. الحرب ما هاب ولم لاقى الرجاج، صبط الرسول بكربلة حير نجيبا، نادى شسم هالقاع يا اليوث الحاري. قالوا يا ابو السجادي سمها الغاضريات، ولها اسم عند الخلايق شطيل افراد، معنى نواول عقر يا سيد السادات. قالهم قلب من الوجد يسعر لهي، بالله شي اسمها غير هادي يا صناديد. قالوا طفوفو كربلة يا ابن الأماجيد. قالهم دي نزلوا غير هذه الأرض ماري، قولوا لزينب تستعد إلها المصيبة، قولوا لزينب تستعد إلها المصيبة. إن كان هذه كربلة بشرب بلايا، نزلوا ترى لاحت علامات المنايا، لازم بجانب هالأرض نبقى ضحايا، واجسادنا تبقى على الغبرة سليبة، واجسادنا تبقى على الغبرة. كم شاب ما يهنى بشيبة بيض اللي معفون، كلنا بثاراها نضي العرايا ولا النقبور. هذه ما صارعنا وعدنا يوم عاشور، طير المنون اسمع على راسي نعيبة، طير المنون اسمع على راسي. إلا ثار برعيد صاحبي الصلاة عبا، قل البيت خلى يا خو يوي ارفع الرأس لفعل فعل الحشور، بتتحدث النار وانا على اسم اخوك جدوم الحريبة. نزلوا بحومة كربلا فتطلبت منهم عوائدها الطيور الحوم. يا الله نسألك وندعوك بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها
والسر المستودع فيها، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا. اللهم بحق هذه الليلة، ليلة الجمعة، اللهم بحق هذه الليلة ويومها، أملنا بصاحب مولانا صاحب العصر والزمان، وعجل اللهم لوليك الفرج والنصر والعافية، واجعلنا من أنصاره وأعوانه لمحمد وآله الطاهرين. اللهم اجعله ينظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك يا رب العالمين. إلى أرواح موتاكم ومن مات على الإيمان. قبل ما أختم، في أمس أحد الأخوة سأل سؤال، قال على أنه تقرؤون مصيبة مسلم بس ما ندري منه دفن مسلم. الآن مكان موجود، مكان دفن مسلم، بس منو دفن مسلم؟ هناك قولان، أن السلطة هي نفسها عبيد الله بن زياد هو الذي دفن مسلم ابن عقيل مع هاني بن عروة في هذا الموقع، وذلك على أساس أنه سيرة الجبابرة والطواغيت إذا شخصيات عظيمة ومحبوبة وليها نفوذ في نفوس الناس تخفيها، فكان سيرتهم أن يدفنوا عند قصر الإمارة، قريب قصر الإمارة ومسجد الكوفة، وباحة مسجد الكوفة قريبة من قصر الإمارة الموجود. القول الثاني لا يختار بعض أيضا العلماء، منهم السيد القزويني، سيد مهدي في المزارات، عالم ومرجع كان موجود قبل لعله 50 سنة، أقل، قبل 40 سنة توفي، هذا عالم كبير عنده كتاب حول المزارات، يقول وغيره أيضا ثبت هذه الحقيقة، على أنه استوهبت قبيلة هاني جثة هاني وجثة مسلم، قالت لي عبيد الله بن زياد عطنا إياها، طلبتها يعني، فأعطاهم جثة مسلم وجثة هاني بن عروة، إذ مذحج كانت كبيرة، وكان في صفوف عبيد الله بن زياد مثل بعض القيادات المذحجية اللي هو يريدها كان وليه هوى فيها، فطلبت تلك الجثة، جثة مسلم وجثة هاني، فهما دفنوهم في هذا الموضع، فمن هنا في باحة، يعني في باحة مسجد الكوفة. هذا جواب للأخ، لأن قدرت أنه قد يكون ما موجود بداية المجلس فخليته خارج المجلس. إلى أرواح موتاكم ومن مات على الإيمان، للجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات.